السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله هنقدم لكم فيديو النهاردة ازاي نعلم الولاد يكتبوا في الكراسة. اساسا يعني المفروض ان احنا ما ندوس على عصب ايد الطفل عشان يمسك القلم. في ولاد كتير واولياء امور بيجوا يشتكولي، انا ابني مش بيعرف يمسك القلم، ابني بيمسك القلم كده، ابني بيمسك القلم يعني بيمسكه كده، ابني بيمسك القلم زي السكينة، ابني ما بيعرفش يكتب. فاحنا هنمشي معاه واحده واحده. دلوقتي انا عايزه اعلم طفلي ان انا لما باجي امسك القلم الثلاث صوابع اللي قدامي دول انا بشيلهم بطبقهم كده ورا، بمسك القلم بالصبعين الاثنين دول. جميل، دي اكتر حاجه انا عايزه ولية الامر تعلم الطفل فيها، يمسك القلم بالصبعين دول. هتقولي اصله بيمسكه مش عارف. واحده واحده انا عايزاه يمسك القلم. طب هو مش بيدوس على القلم؟ في ولاد بسم الله ما شاء الله انا بقابلهم بيمسكوا القلم وبيعرف يكتب وينزل كويس او يكتب صح، وفي ولاد بيبقى العصب بتاع ايديهم ضعيف لسه خفيف. بالراحه واحده واحده، التمرين المفيد لتقويه عصب الايد عشان الطفل يعرف يمسك القلم ويكتب صح هو الشخبط. ايه ده شخبط؟ اه ده بيشخبط. ايوه هو انا عايزاه يشخبط، انا عايزاه يشخبط في اي ورقه، لدرجة أنا كنت بقول لأولياء أمور يعلقوا لوحات لأطفالهم على مستوى طولهم في الحيطة وخليه في يحدد له مكان أنت شخبط في دي، ادي له ألوان وشخبط في ده. أنا كل المقصود من الموضوع إن عايزة عصب إيده يقوى ويعرف يمسك القلم ويكتب. جميل؟ طيب أنا ابني بيعرف يمسك القلم وبيعرف يكتب، طب أنا ابتدي معاه إزاي؟ طيب أنا دلوقتي هنبتدي مع بعض وهنتعلم إزاي نعلم ولادنا يكتبوا في البيت. أنا دلوقتي قدامي صفحة عايزة ابني يكتب. طيب انا هخلي ابني يمسك القلم، احنا بنتكلم مع طفل دلوقتي بيعرف يمسك القلم، ابني بيمسك القلم انا عايزاه يكتب لي رقم واحد. طب ابني بيكتب واحد معوج، ابني بيكتب واحد عامل كده، ابني بيكتب واحد كده، كل ده جايز وكل ده وارد، بس المهم انا عايزة طريقة كتابة صحيحة. يعني انا بفاجئ ان ولية الامر بتيجي تقولي ده انا ابني ممتاز بيكتب من 1 لـ10 زي الفل. طب يا حبيبي اكتب لي كده 1 2 يروح كاتب لي 1 من فوق لتحت، من تحت لفوق، اكتب لي 2 بيكتبها لي من تحت لفوق كده. طبعا ده كده غلط، طريقه الكتابه نفسها غلط. لكن انا عشان اعلم طفلي يكتب اول حاجه بمسك الورقه بروح مسطرها له جزئين، جزء يمين وجزء يسار، وانا بكتب له من فوق رقم واحد رقم واحد، وعايزاه ينزل بعد تحتيها بعمود. فانا بقول له حط ايدك على صفحه على الورقه وانزل بواحد، هنعمل نقطه كده وننزل بواحد، هننزل بواحد صغنون ماشي، هننزل بواحد طويل ماشي، بس انا عايزه نكتب صح. فهقول كده واحد، ده الرقم اللي احنا هناخده النهارده رقم واحد. يبقى اول رقم هناخده مع اولادنا الصغيرين اللي هم مفروض تمهيدي من سن 3 سنين، 3 سنين ونص لغايه 4 سنين. ده بالنسبه لي انا تمهيدي من 3 لـ4، ده تمهيدي بعلمه ازاي يمسك القلم وكيفيه مسكه القلم وبيكتب معايا رقم واحد بالنسبه للحساب. ونبتدي بالحساب لان الحساب اسهل من العربي شويه، يعني الارقام اسهل من الحروف. يعني انا لما الطفل معايا بيكتب 1 2 3 ببتدي بعد كده أبدأ أشتغل معاه حروف بالعربي. فأول رقم هناخده معانا 1، خليكم معايا عشان ناخد الرقم.